أجمل تحية لكم مجددا. اليوم الحديث عن الراحلة ديفيا بهارتي شغلت وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الفترة، وهناك أشياء دقيقة يجب أن نحللها ومعطيات يجب أن نعقب عليها. للأسف نجمة لم تكتمل، ذهبت في ربيع العمر، يعني اعتبرها مراهقة 19 سنة، يعني توفيت عن سن 19 سنة. هي من مواليد سنة 1974 وتوفيت في 93 في أبريل، يعني 19 سنة، لكن تركت بصمة. يعني سنة واحدة اشتغلتها كانت توب، كانت في القمة، يعني نافست مادوري ديكسيت وشري ديبي، يعني أما كاجول وكاريشما كابور لم يكن لهما أي تأثير أو صدى وقتها. خلال السنة التي اشتغلتها في بوليوود، يعني 92 وبداية 93، كانت في أهم الأفلام، أهم الأفلام وأنجح الأفلام. حتى الفيلم ديفانا مع شاروخان كان يعني فيلما ناجحا ونالت عنه جائزة، وشاروخ أيضا نال جائزة. وقبل وفاتها كانت صورت أفلام مهمة، يعني 70% من فيلم، 80%، 40%، 30%، كل الأفلام التي كانت صورتها أو تعاقدت عليها أفلام مهمة وراحت لنجمات، صاروا يعني نجمات لامعات بعد هذه الأفلام. على سبيل المثال يعني رافينا تاندون في فيلمين ديلوالي ومهرة، رافينا تاندون اشتهرت من مهرة، هو الذي عمل لها تلك الشهرة الواسعة. سري ديفي في فيلم لادلا أيضا عوضتها، كاريشما كابور في فيلم دهافن، كاجول في فيلم هالشول، وكاجول أيضا في فيلم ديلوالي دولهاني لاجانجي. كانت هناك فكرة عرض الفيلم على ديفي بهارتي، كانت هي المرشحة لديلوالي دولهاني لاجانجي، وحين ظهر كسر شباك التذاكر وعمل شهرة عريضة جدا للنجمين شاروخ وكاجول. بالفعل كانت ناجحة جدا، وقد يثير هذا غيرة النجمات الأخريات. لماذا؟ لأن حين وفاتها يعني الأفلام التي كانت متعاقدة عليها أو صورت جزء منها فرقت على أكثر من نجمة، يعني على 10 نجمات أو أكثر. هذا دليل على أنها كانت ناجحة كثيرا، يعني وهي أفلام مهمة التي فرقت. ذكرت لكم الأسماء مثلا قبل قليل، يعني مهرة، لادلا، ديلوالي، هالتشول، ديلوالي دولهاني لجانجي، فيلم فيجاي بات الذي قامت به طابو، فيلم أندولان الذي قامت به مام تاكل كارني مع جوفيندا. أندولان هذا هو مربط الفرس، يعني السبب في الوم، ليس السبب، كان مصادفا للوفاة. يعني ليلتها ما الذي حصل؟ بعد أن أوصلها شقيقها الصغير كونال إلى شقتها مساء، تلقت اتصالا من مصممة الأزياء نيتا لولا، يعني قالت لها أن ستريد أن تقابلها للتحدث معها عن أزياء فيلمها الجديد أندولان الذي قامت بالدور مامتا بدلها بعد وفاتها. حضرت عندها نيتا لولا وقتها وبرفقة زوجها. يعني هذا يعني يثير تساؤلات، إن كانت تريد أن تناقش معها أزياء الفيلم يعني وفساتين الفيلم، لماذا أحضرت زوجها؟ يعني هل سبق أن شاهدتم أن خياطة أو مصممة أزياء حين تريد أن تناقش الفستان مع زبونة تحضر زوجها؟ هل سبق وحدث ذلك؟ لماذا الزوج معها؟ يعني اثنين وليس واحد حضرها. هذه أول نقطة. تاني نقطة، كان كما قال يعني يشاهدان التلفاز بصوت مرتفع ويحتسيان مشروبات، وديفيا ذهبت إلى المطبخ ثم ذهبت إلى الشباك، يعني هما قالوا وقتها الشرفة لكنها ليست شرفة، هو مجرد شباك يعني ليست شرفة. يعني السؤال الثاني الذي يطرح يعني للعقلاء، هل جئتم لمشاهدة التلفاز أم لمناقشة الأزياء وفساتين الفيلم الجديد؟ يعني لأن في أغلب الجرائم القتل أو القتل المدبر ضروري من وجود موسيقى عالية لكي لا يسمع الجيران أو هكذا. يعني حضرت لمناقشة فساتين فيلم معها، وحضرت زوجها هذا السؤال الأول الغريب، وثاني شيء يشاهدان التلفاز، يعني هل حضر لمشاهدة التلفاز أم مناقشة عمل بزنس؟
وبعدها قال سمع صوتا، يعني كانت هي تتحدث وقتها مع مربيتها، هي ليست خادمة، مربيتها أمريتا، رافقتها منذ الطفولة، يعني كانت تحضر لهم أكلا وعشاء. وبعدها سمع صوت السقوط، فوجد الجثة يعني ملقاة على الرصيف، و الدماء يعني من الجمجمة. وقتها الغريب في الأمر لم تكن أي ولا سيارة واحدة مركونة هناك، يعني غريب هذا الموضوع. يعني وقتها الكثير تكلم عن هذه القضية يعني وهذه الملاحظة. شيء آخر يثير الشكوك كثيرا، يعني وفاة المربية بعد شهر من الحادث. يعني المربية كانت لصيقة بديفيا منذ طفولتها، أكيد رأت شيئا وأرادت أن تعترف بشيء، تمت تصفيتها. يعني وقيل وقتها أن وفاة بسكتة قلبية، يعني بعد شهر من الوفاة أو أقل من شهر. يعني كما تعلمون، لدى وفاة ديفيا لم تكن الميديا يعني بهذا الأوج، يعني وهذا التواجد الكثيف يعني والسوشيال ميديا. يعني لو كانت الحادثة حصلت أيام السوشيال ميديا لفجرت أشياء ومعلومات كثيرة. يعني الكل يعود فقط إلى بعض المجلات التي كتبت يعني أشياء يعني متواضعة جدا، لم يكن هناك ذلك البحث الكثير وذلك التواصل والمشاركة في المعلومات. الغريب في الأمر أن مصممة الأزياء نيتا لولا يعني نجحت كثيرا، ولكنها لم تتحدث عن الموضوع ولا مرة في حياتها. يعني منذ ذلك اليوم إلى حد الساعة لم تذكر الموضوع ولا مرة واحدة. يعني هناك تعتيم على الموضوع، لم تتحدث عنه إطلاقا إلا في يوم التحقيق يعني بعد الوفاة، فقط حكت ما حصل. يعني ذهبنا لنناقش أزياء الفيلم، وكنا نحتسي مشروبات، وخادمتها تعد العشاء، فسمعنا وقع سقوط ديفيا. كذلك والدتها ووالدها غير أقوالهما. في البداية كان يعني مصدومين، ويقولون أنها كانت تتعرض للتهديد، وكان شخص يضايقها، وكانوا يتوعدون لها وكذا وكذا. بعد ذلك تقبل الموضوع يعني بشكل عادي، أصبحوا يغيرون أقوالهم إلى أن الموضوع عادي وعادي وحادث عادي وهكذا. أعتقد أن ديفيا تزوجت في سن 18، في سن صغير، بمنتج سينمائي فقط لأنها كانت تبحث عن الحماية. ربما كنجمة صغيرة السن وحققت نجاحا واسعا، يعني كانت تبحث عن الحماية ربما، على ما أعتقد. البعض أشار إلى أنها كانت تعرف معلومات عن تفجيرات بومباي 93، ولذلك تمت تصفيتها، لأن وفاتها جاءت بعد تلك التفجيرات بمدة قصيرة جدا. البعض قال أن شري ديفي هي التي يعني نسفتها، لأنها كانت تنافسها وكانت تشبهها إلى حد كبير. والبعض قال أن مادوري ديكشت هي التي قتلتها، أو قاويل كانت كثيرة جدا جدا يعني. لكن لدى وفاة ديفيا بارتي أكيد بزغت نجمات كن يعني وراء الغطاء. يعني فقط لدى وفاة ديفيا ظهر نمعا كرافينا تاندون، كاريشما كابور، كاجول، أورميلا، وطابو وغيرهن. يعني في سنة 98 أقفلت القضية على أنها حادث عرضي، حادث عادي، يعني أنها سقطت من الشرفة فقط، ليست شرفة، هي مجرد شباك على فكرة. كما وجهت الاتهامات إلى زوجها وقتها، يعني لكن لا أعتقد، يعني لأن علاقة زوجها حاليا بأسرتها جيدة جدا، يعني حتى في المناسبات والاحتفالات لا زال يزور حتى شقيقها دائما مع زوجها، يعني علاقة طيبة وجيدة جدا. يعني كانت هذه من أولى بدايات التي ظهرت المافيا، تدخل المافيا في بوليوود. يعني نصف فنانة كانت ناجحة جدا 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 في الصدارة، يعني تحتل المراكز الأولى في سنة واحدة، يعني في ظرف وجيز حققت نجاحا واسعا وأصبحت الرقم الأول عند كل المنتجين. يعني لكنها لم تكمل، تم نسفها. حادث غريب حصل لدى تصويرها لفيلم، تصوير شري ديفي لفيلم لادلا التي عوضتها. يعني كان هناك مشهد يعني تتلعثم ديفيا في الحوار وتعيد أكثر من مرة. حين تم تصوير الفيلم مع شري ديفي بعد 6 أشهر أو أكثر من وفاة ديفيا، جاءت إلى نفس المشهد يعني وتلعثمت وكانت تعيد مجددا. يعني حصل نفس الموضوع، يعني حتى الجميع استغرب، بالكاست والتقنيين والفنيين استغربوا أن نفس الموضوع حدث مع شري ديفي في نفس الحوار، ونفس الجمل تلعثمت وأعادت أكثر من مرة. أنا أعتقد أن هذه النجمة التي كانت يعني تحتل الصدارة من بنات جيلها، وفي ظرف وجيز جدا لما تملكه من قبول وشكل يعني هندي يعني أصيل، يعني
أن الوفاة يعني ستظل لغزا غامضا لن يكشف أبدا هذا الموضوع على ما أعتقد. وفي الختام أتمنى عيد ميلاد سعيد لمريم من البحرين، كان عيد ميلادها منذ يومين وهي برج القوس. كل عام وأنتم بألف خير يا برج القوس.